إذن للوقوف عند الانتهاكات والابتزاز المالي الذي يحدث في السجون الحكومية، ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة المتحدث باسم مرصد أفاد حسين دلي. أستاذ حسين، مرحبا بكم. تسجيلات مصورة من داخل السجون حصلتم عليها تكشف انتهاكات القوات الأمنية، ولكن لو تحدثنا عن المفترض وعن الأسئلة، هل ما زالت للحكومة وقواتها الأمنية فرصة لكي تتنصل من مسؤوليتها تجاه ما يحدث في سجونها الحكومية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخ محمد، تحية للراشدين وجمهور الكريم. الحقيقة الكل يعرف أن واقع السجون مأساوي، والانتهاكات في السجون العراقية التابعة لوزارة العدل حتى الداخلية والدفاع والحشد الشعبي هي سجون تحفل بكل المظالم التي يتعرض لها السجناء، وما حصل في سجن التاجي يؤكد أن الحكومة العراقية الحالية ستخرج بفضائح بمثل الفضائح التي جاءت بها قبل أكثر من عامين. حكومة مصطفى الكاظمي فشلت فشلا ذريعا في الملف الحقوقي الإنساني، رغم عشرات التقارير الدولية من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وأكثر منها من منظمات داخلية مهتمة بحقوق الإنسان، وحتى مفوضية حقوق الإنسان تم إنهاء أعمالها قبل أشهر، ووزارة العدل بوزيرها سلام عبد الستار يبدو يعني ما يشبه المسؤول العاجز أو المتواطئ بحسب ما تصفه كثير من المنظمات الدولية مع إدارة السجون. هذا التواطؤ والتخاذل عن محاسبة إدارة السجون سواء في سجن التاجي الذي عد مرصد أفاد هذا التقرير الأخير عنه، أو سجن الكفل في الحلة، أو سجن الحوت في الناصرية، ناهيك عن سجون أخرى كثيرة ما زالت إلى اليوم في ذات الحال المأساوي رغم كل المناشدات والدعوات مجلس القضاء الأعلى لحكومة مصطفى الكاظمي بأن توجد حل للشكاوى من ذوي المعتقلين بوجود حالات ابتزاز ومعاملة سيئة وتعذيب. هو في هذا الإطار أستاذ حسين، آسف للمقاطعة، يعني من خلال متابعاتكم، هل هذه الابتزاز تقع على الابتزازات أو الانتهاكات تقع على السجناء فقط أم أنها تطال ذوي السجناء أستاذ حسين؟ بالتأكيد هي أسوأ الأمور بعد التعذيب هي قضية الابتزاز. الابتزاز أصبح عملة رائجة اليوم في سوق السجون والمعتقلين. هناك نوعين من الابتزاز، ابتزاز للمعتقلين أو السجناء بشتى أنواع المعاملات، حتى على مستوى الإهانة والإذلال والتعذيب هناك تسعيرة خاصة لبعض السجناء، التشميس والتهوية للسجناء له سعر خاص، يعني هناك قاعات مواجهة للشمس أو قريبة من الهواء الطبيعي لها تسعيرة خاصة تختلف عن بقية القاعات. موضوع إدخال الطعام، المواجهة مع العائلات، حتى الطعام الذي تجلبه العائلات يتم مصادرة أكثر من 50% منه، وهذا الكلام نتحدث عن عشرات الشهادات التي تؤكد وجود هذه الحالة الابتزازية المستمرة. الأدوية المزمنة لها تسعيرة، النقل من زنزانة إلى زنزانة، من زنزانة فيها خليط طائفي عن زنزانة ذات مكون واحد لا تسعيرة خاصة. هناك بعض المسؤولين في إدارة بعض القاعات معروفين بالتشدد بالمعاملة المهينة، حتى أن بعض الإدارات السجون تشغل موسيقى خاصة أو أغاني أو عفوا أناشيد أو يعني ما يستخدمه ما يعرف بالرواديد في إذلال المعتقلين المنتمين للطائفة السنية، كونهم لا يستمعون لهذه الرواديد لهؤلاء الرواديد في العاشورائيات. فقصدي الابتزاز يشمل جميع المستويات، جميع أنواع المعتقلين. هذا طائفة، طائفة أخرى من الابتزاز موجهة لذوي السجناء، إدخال الطعام كما قلت، المواجهة، السماح للأطفال أو النساء. هناك ابتزاز على مستوى عالي، ليفل عالي جدا، هو المساعدة في إدخال أجهزة موبايل أو حتى من تنتهي محكومياتهم. يعني بعض السجناء، بعض ذوي السجناء قالوا لنا أن أبنائهم انتهت محكوميتهم في أثناء
أو في أسبوع الإفراج يتم تفيق قضايا جديدة أو يتم تعطيل الإفراج عن أبنائهم إلا بعد دفع مبالغ كبيرة. هنا نتكلم ليست عن مبالغ صغيرة مثل الحالة الأولى وإنما عن آلاف الدولارات، وأبلغونا بأن هذا التنسيق في هذه القضايا حتى واحدة من أمهات المعتقلين مشهورة أم زيد وأم علي، هذه تنادي وأصبحت قضيتها رائجة في الأوساط العراقية، لديها أبناء اعتقلوا منذ قمة القمة العربية 2012. هؤلاء الأشخاص الذين يدعون الوساطة بين هذه الأم وبين إدارة السجون طلبوا 50,000 دولار مقابل أن توضع أسماء وأرقام هؤلاء سجناء فيما يسمى العفو، قانون العفو الذي قرر عام 2016 تم إفراغهم من محتواه، ولا يدخل الآن أي سجين أو يسمح لمداولة أو إعادة محاكمة أي سجين إلا بعد دفع مبالغ طائلة. قالت هذه الأم لنا قبل تقريبا شهرين أنها أن أبلغوا أن حصة القاضي هي الحصة الأكبر. تخيل أن التواطؤ يصل إلى القضاة المسؤولين عن إعادة المحاكمات والحكم بالإفراج ربما يصل إلى 50 إلى 100,000 دولار. طيب أستاذ حسين، طيب أستاذ حسين، قلتم أن الابتزاز الذي يتم على السجناء تكون هناك مبالغ قسم منها شهرية وقسم منها أسبوعية، لكن هل الابتزاز فردي أم أنه أن هناك شبكة من القيادات والعناصر الأمنية تقف وراء هذا الابتزاز؟ طبعا الشخص اللي نقلنا هذا التسريب له يدعى علي شوال عبيد، هذا المسؤول عن إحدى القاعات، هو سمسار لإدارة السجن العليا في التاجي. المقطع الذي وصلنا يتحدث فيه الشخص أو المعلومة التي وصلتنا أن هذه المبلغ يومي أو أسبوعي يتم جمعه من بعض السجناء مقابل خدمات بسيطة جدا. 100 دولار هي تقريبا أدنى مبالغ الابتزاز التي تتم في هذه السجون، ونحن نتحدث الآن عن سجن التاجي، مقابل خدمات بسيطة مثل كما أسلفنا التهوية، التشميس، إدخال طعام، السماح ببعض الوقت مع الزرازين النظيفة الجيدة، حتى الدخول للحمام، الاغتسال، هذه مبالغ بسيطة تتم جمعها بشكل دوري. أما الابتزاز الحالات الكبيرة فلها هرمية خاصة، إدارات السجون نتحدث عن شخص يدعى عباس، لا نعرف اسمه الكامل، هذا شخص مسؤول كبير في إدارة سجن التاجي، وهناك سيد محمد وشخص آخر أظن يدعى حيدر، هؤلاء يتولون إحدى شبكات الابتزاز في إدارة سجن التاجي، ونحن نتحدث عن إدارات متعددة، لم نستطع معرفة الرأس أو العقل الرئيسي المسؤول عن كل هذه الحالات ابتزاز أو يدير كل هذه الشبكات، لكن شهادات وصلتنا خلال الأشهر الماضية، ونحن في مرصد آفات فقط أصدرنا 3 بيانات وثلاث تقارير خاصة عن سجن التاجي خلال عام 2022 فقط. لدينا ما يشبه نفس هذه الحالة في سجن الكفل في الحلة، وأتعس منه في سجن الحوت اللي هو أسوأ السجون العراقية التي تكون فيها الابتزاز، لأنها تضم المحكوميات الكبيرة وأعداد السجناء أكثر، وهؤلاء يعني هناك معاملة قاسية جدا، بل أكثر من التعذيب والمعاملة والابتزاز هناك قتل لبعض السجناء في بالأدوية أو بالمعاملة أو السيئة والتعذيب، وإصدار تقارير طبية من إدارة الكشف الجنائي أو التي تتولى إصدار تقارير صحية عن الوفيات، وهناك كلام عن بيع أعضاء بعد الوفيات، وكثير من الحالات من ذوي السجناء قالوا لنا أن أبنائهم وصلت جثتهم بأعضاء ناقصة. فنتحدث عن حالات مأساوية وانتهاكات. طيب أستاذ حسين، أنتم في مركز آفاد هل تتوقعون فتح تحقيق لهذه الوقائع وبالتالي محاسبة المتورطين؟ تتوقعون ذلك من قبل الحكومة القادمة محمد الشيعة السوداني مثلا؟ نحن في آخر تقرير وجهنا، طبعا اصدرناه قبل تقريبا 2 أسبوع مع بداية تكليف محمد الشيعة السوداني
الذي تعهد في أول خطاب له في أول تصريح بأنه سيأتي بعنوان جديد بمرحلة جديدة، وركز على مفردات إنهاء الإقصاء والتهميش والانتهاكات. هذه المفردات الثلاثة ينبغي بسيد رئيس الوزراء المكلف أحمد الشاع السوداني أن يبادر أول ما يبادر في تنظيف السجون، في تنظيف هذه المعتقلات من زبانية التعذيب من الإدارات الابتزازية، وأن يوفي بتعهداته بحياة جديدة سواء على المستوى السياسي الاقتصادي، الانتهاكات حقوق الإنسان، موضوع العدالة. لكن للأسف توقعاتنا وفق ما نراه خلال هذه الأيام المصطرمة أن السيد محمد الشياع يسير على وفق نفس المسارات المعوجة التي تسير عليها منظومة الحكم السياسي في العراق منذ 20 سنة تقريبا، وبالتالي لا نتوقع على المستوى الحقوقي والإنساني أن يحدث هناك انعطافة حقيقية أو تغيير إصلاحي يرجى منه الخير في هذه الأوقات. عبر سكايب من الدوحة والمتحدث باسم مرصد أفاد حسين دلي، شكرا جزيلا لكم.